الدكتور علي الصلابي أو عضو هيئة علماء المسلمين معي عبر الهاتف. نعم، السلام عليكم شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. رأيك دكتور في الوضع الراهن الآن في مدينة بني وليد وآخر المستجدات في الساحة، هل الأمور تتجه نحو حلول سلمية أم لا؟ والله يا أخي الكريم، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جميع المشاهدين. نحن بصراحة من دعاة إيقاف سفك الدماء بين الليبيين، ودعونا بالأمس ونكرر الدعوة للمؤتمر الوطني العام أن يفتح باب المفاوضات ما بين بني وليد وما بين السلطة الشرعية المتمثلة في المؤتمر الوطني وكذلك مع أهلنا من مصراتة، ويضع ذلك المؤتمر الوطني في مفاوضات واضحة ما هي مطالب الدولة وما هي مطالب أخواننا في بني وليد وشنو هي مطالب أخواننا في مصراتة والوصول إلى حل، ويكون هذه المفاوضات لها معلنة أمام الرأي العام حتى الناس تتضح عندها الرؤية، وبالتالي أن لم تستنفذ الوسائل السلمية في الحوار ولا في المفاوضات برعاية المؤتمر الوطني. وبالتالي أنا شخصيا ضد سفك الدماء وأعلنها بكل وضوح، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والقصص من الطرفين، من بني وليد ضد اخوانهم او من الاخرين ضد بني وليد، هذا قتل للليبيين وقتل للمسلمين وقتل للاطفال. نعم، لكن وللنساء ودمار، وبالتالي لابد تستنفذ كافه الوسائل السلميه، ولابد يفتح باب المفاوضات، ثم بعد ذلك تنظر الدوله. خصوصا نعم، تواصلت مع الشيخ محمد البلغوسي رئيس المجلس القياده الاجتماعيه في بني وليد، وادى استعداده للحوار والمفاوضات والدخول تحت سلطة الدولة، وأيضا لا يمانعون من دخول الجيش الوطني هناك ولا من دخول السلطات هناك. وبالتالي لابد من استخدام الحوار واستخدام المفاوضات، ثم بعد ذلك تبقى الصورة واضحة أمام الشعب. نحن كفانا سفكا للدماء، كفانا قتلا، ولا بد من إيجاد عقد اجتماعي يجمع كل الليبيين. طيب، اما طريقه سفك الدماء وقتل القتل بين الليبيين، هذا حيدخل البلد في نفق مظلم، الله اعلم متى نخرج منه. دكتور علي، لو سمحت لي، هل المشكله الان هي بين بني وليد ومصراتة، ام هي بين الدوله الليبيه الجديده وبين بني وليد؟ الدوله يكون موقفها واضح ويكون معلن من خلال المؤتمر الوطني، وترعى الحوار وتبين مطالبها لبني وليد بحيث يكونوا مثل بقية المدن الليبية. مطالبها في تسليم المطلوبين سيد أو دكتور علي. الأمور الآن واضحة أخي الكريم. الآن يا أخي حتى في الشريعة الإسلامية، لما هناك ما يسمى بفقه البغاة، لابد من الحوار والنقاش وإقامة الحجة على الآخرين اللي خارجين على سلطات الدولة، وهذا لم يستخدم ولم يبذل فيه جهد. وبالتالي أنا أدعو المؤتمر الوطني للقيام بواجبه نحو المواطنين. الخطوة الأولى إيقاف سفك دماء الليبيين، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية القضايا التي تولد نوع من العصبية من الارتدادات ما بين مصراتة وما بين بني وليد، على الدولة أن تتدخل. والخطوة الثالثة سلطة الدولة المتمثلة في الجيش يدخل يكون فاصل بين هؤلاء. والخطوة الرابعة المؤتمر الوطني بقيادة الشخصية الاعتبارية الدكتور محمد يدعو إلى مفاوضات يشرف عليها بنفسه. هذا الذي أدعو إليه. نعم دكتور، وتكون معلنة للشعب وتكون معلنة للرأي العام أيضا. نعم دكتور، من يحاصر بن وليد الآن، هل هي الأجهزة الدولة الرسمية، قوات الدولة الرسمية، أم كتائب من مدينة مصراتة؟ هذا المسؤول عليه المؤتمر الوطني، هو اللي يبين ذلك للشعب. المؤتمر الوطني مقصر في هذه القضية. هذه قضية متعلقة بأمن ليبيا واستقرار ليبيا ومستقبل ليبيا ودماء ليبيا وأعراض ليبيا. وبالتالي المؤتمر الوطني عليه أن يقف وقفة جادة في هذا الموضوع. أمس أو أول أمس الإخوة في التحالف القوى الوطنية عملوا بيان وأدانوا فيه هذه الأعمال، وكذلك الإخوة في حزب العدالة والبناء عملوا بيان وأدانوا في هذه الأعمال. وأنتم تعرفون
ان العداله مع التحالف القوى الوطنيه يمثلوا اغلبيه في المؤتمر. نعم. نريد موقف وطني لايقاف سفك الدماء بين الليبيين. لكن المؤتمر اصدر دكتور القرار رقم 7 باستخدام كافه الوسائل المتاحه بالتاكيد بما فيها السلميه لحل مشكله بني وليد. لكن لم تستنفذ الوسائل السلميه، هل سمعتم بان وفد من بني وليد اتى للعاصمه للحوار والنقاش والمفاوضات؟ هل سمعتم بان هناك وفد من مصراته ذهب للعاصمه للحوار والنقاش؟ هل سمعتم ان المؤتمر الوطني شكل لجنه عليا معلنه للايقاف لايجاد مفاوضات وحوار لحل هذا الاشكال؟ نريد ان نسمع ذلك في وسائل الاعلام ونبتعد عن الاستفزاز بالتصريحات من اخوه من بني وليد او من غيرهم حتى نصل الى حل. لان الله سبحانه وتعالى قال: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله في مشاعر الغضب واتقوا الله في مشاعر الانتقام واتقوا الله في إذلال الخصوم لعلكم ترحمون إن كان يليبيين تبوا ربي يرحمكم وتستقر هذه البلاد وتبنى الدولة ويبقى الدستور وننتقل نبقى مثل بقية الشعوب المتقدمة ما عندناش حل إلا الحوار والنقاش والمفاوضات ثم يكون الرأي العام واضح. هذه القضية تبقى لابد قضية رأي عام، أما بطريقة الاستفزاز ما بين الطرفين هذا غلط ويدمر البلاد ويدخلها في نفق مظلم. نعم دكتور، مجلس الحكماء قام بإصدار بيان طالب فيه بتمديد المدة المتاحة لمدينة بني وليد، لكن المؤتمر الوطني لم ينظر فيه، تعليقك على ذلك؟ على من الواجبات على المؤتمر الوطني حفظ دماء الليبيين وحفظ أعراضهم وحفظ ممتلكاتهم وحفظ أمنهم، هذه من الأولويات الواجبة في عنق المؤتمر الوطني العام. وبالتالي أن يستجيب للدعوة للحوار والمفاوضات التي دعا إليها مجلس حكماء ليبيا، وخصوصا مجلس حكماء ليبيا فيهم رجال حكماء بالفعل وأفاضل وحلوا كثير من الإشكالات والمشاكل القائمة بين الليبيين، أعطوهم فرصة. لكن أهم من هذا أخي الكريم أن المؤتمر الوطني يدعو القيادة الاجتماعية في بني وليد للمجيء إلى طرابلس ويدعو من أعيان حكماء مصراتة لطرابلس ويجلسوا الناس على طاولة واحدة وشوفوا أهلنا في مصراتة شو مطالبهم واهلنا في بني وليد شو مطالبهم والدوله تقرر وجهات والدوله ايش هي مطالبها من بني وليد ثم يختم هذا الاتفاق ويعلن ويتم تنفيذه والشعب يدعم ذلك. نريد سلم، نريد امن، نريد بعد عن سفك الدماء ونريد ليبيا ان تكون لكل الليبيين. القاتل يقدم للمحاكم، هاتك الاعراض يقدم للمحاكم، سارق المال العام يقدم للمحاكم، اما تبقى نبقى نقتل بعضنا البعض فهذا لا يرضى الله ولا رسوله ولا أي إنسان وطني شريف. نعم دكتور علي، أنت شخصيا هل دخلت في سفارة رسمية للتفاوض مع مدينة بن وليد أم لا؟ أما بصفة رسمية فلا، أما بمساعي ومنطلاقة ذاتية فتواصلت مع أخواننا بعض الإخوة في مصراتة وبعض الإخوة في بني وليد وقياداتهم، وأهل مصراتة قالوا نحن مع الشرعية تحت قيادة المؤتمر الوطني واللي يرى المؤتمر الوطني نحن معه، وكذلك الأخوة في بني وليد. الآن الكورة في ملعب المؤتمر الوطني للدعوة للحوار والمفاوضات والإشراف على ذلك، ويبقى هذا الملف من أولويات المؤتمر الوطني، هذا فيما أرى والله أعلم. نعم دكتور علي الصلابي عضو هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.